من موقع المهرية نت الذي سلط الضوء على إصدار السلطات المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى قرارا يحظر اصطياد وقتل السلاحف البحرية، كما يحظر بيع لحمها والتعدي عليها. الموقع أشار إلى توجيهات السلطة المحلية للأجهزة العسكرية والأمنية لاتخاذ الإجراءات الحاسمة والتفتيش بالنقاط الأمنية وضبط كل مخالف وإحالته للجهات القانونية. الموقع لفت إلى ما كشفته مصادر خاصة في وقت سابق عن تعرض السلاحف على سواحل محافظة أرخبيل سقطرى للاصطياد الجائر في ظل صمت من ميليشيا الانتقالي التي تعهدت بحمايتها. وأضاف الموقع أن أسواق الجزيرة تشهد بيع لحوم السلاحف التي تعد مهددة بالانقراض وسط مناشدات شعبية لوقف العبث بالسلاحف.